نرجيل البحر أو جوز الهند البحري، تلك الفاكهة النادرة والمحرمة، شكلها الفريد جعلها تنال لقب الأرداف الجميلة. تنمو في جزر براكلين وكريوز في أرخبيل سيشل حصرياً واحدة من أغرب أنواع شجر النخيل في العالم، تعرف بجوز الهند البحري أو باسمها العلمي لودواسيا مالديفيا. تنمو جذوع هذه الشجرة بشكل رفيع وطويل بحيث قد يتجاوز طولها 30 متراً. تتكون القمة من مجموعة من الأوراق التي تتوزع حولها. تتميز هذه الأوراق بنصل كبير يصل إلى طول 5 أمتار تقريباً. إن أكثر ما يميز ثمار جوز الهند البحري هي بذورها الضخمة، فهي الأكبر والأثقل في عالم النبات، لكن ما يجعلها مشهورة حقا هو شكل البذور وليس حجمها، حيث أنها تحمل تشابها غريبا جدا لمؤخرة امرأة، فقد كان أحد أسمائها في علم النبات القديم هو الأرداف الجميلة. شكلت هذه الشجرة ضربا من ضروب الغموض لدى الناس، وكانت مادة جيدا للأساطير ربما أكثر من أي شجرة أخرى في العالم. وقبل أن تكتشف وتستوطن جزر سيشيل، كانت هذه البذور تظهر على الشواطئ البعيدة كشواطئ المالديف، حيث كانت الشجرة غير معروفة هناك. من هناك كانت تجمع ويتاجر بها في بلدان أخرى، وبسبب شكلها غير المألوف كان ينظر إليها على أنها أشياء مذهلة تتمتع بصفات مثيرة للشهوة الجنسية. سميت بجوز الهند المالديفي لأنها كانت تأتي من جزر المالديف، ويظهر ذلك في اسمها العلمي الحالي لودواسيا مالديفيا. عندما تسقط ثمار هذه الشجرة في البحر فإنها تغرق إلى القاع، وذلك لعدم قدرتها على الطفو بسبب وزنها وكثافتها الكبيرة. تضعف القشرة الخارجية للبذرة وتسقط بعد أن تقضي وقتا في المياه وتتحلل الأجزاء الداخلية منها، فتصبح البذرة قادرة على الطفو بسبب الغازات التي تخرج من داخلها فترتفع إلى السطح. كان البحارة غالبا ما يشاهدون البذور وهي تطفو من أعماق البحار إلى السطح، مما جعلهم يعتقدون بأنها تنمو على أشجار في قاع المحيط الهندي. أعطى هذا الاعتقاد اسم الثمرة الحالي جوز الهند البحري. كانت قيمة هذه الثمار في تلك الأيام عالية جدا، وكان الملك أنذاك يستحوذ على جميع الثمار التي تتواجد في المحيط أو على الشواطئ ليتم بيعها لاحقا بأسعار عالية جدا، أو لتتحول إلى هدايا ملكية ثمينة. قدمت مبالغ ضخمة لقاء هذه الكنوز النادرة من قبل أمراء الشرق الأوسط وحتى الإمبراطور الروماني المقدس رودولف الثاني. لم يعرف أصل شجرة جوز الهند البحري حتى منتصف القرن 18، حيث وجد المستكشفون في جزر سيشل مفاجأة جديدة. تمتلك شجرة جوز الهند البحري جنسين منفصلين، الشجرة الأنثى والشجرة الذكر، على عكس شجرة جوز الهند. أتت البذور التي تشبه شكل المؤخرة من الشجرة الأنثى، بينما تنمو أزهار الشجرة الذكر بشكل أسطواني شبيها بالعضو الذكري. وقد أدى هذا التشابه الكبير بأعضاء الإنسان التناسلية لنشوء تراث شعبي جديد، حيث بدأت الأساطير تتكلم عن ممارسة هذه الأشجار للجنس في الليالي العاصفة المظلمة، وتتابع الأسطورة بأن أي شخص يرى الأشجار في هذا العناق العاطفي الشهواني إما أن يموت أو يصيبه العمى. وحتى اليوم لم يتم فهم آلية التلقيح الخاصة بهذه الأشجار، وهذا ما يزيد من جاذبيتها وغموضها. تمتلك اليوم شجرة جوز الهند البحري الرائعة 5 أرقام قياسية، تنتج أكبر ثمار بوزن قد يصل ل 42 كيلوغراما، وتزن بذورها حوالي 17 كيلوغراما، وهي الأثقل في العالم. كما تنتج أطول فلقة التي يصل طولها إلى 4 أمتار، وأزهارها المؤنثة هي الأكبر بين شجر النخيل. وأخيرا هي تعتبر الشجرة الأكثر كفاءة في استرداد الغذاء من الأوراق المحتضرة.